حبايبي جريد 2، تعالوا نلعب لعبة تانية. ازاي اعمل ادنج؟ وزي ما احنا اتعلمنا ان احنا في الاول بنبدأها التنس بيبقى عصاية بنقول عليها ستيك، والوانس بيبقى سمول سكوير مربع صغير، وعايزين نتعلم بقى كلمة دلوقتي اسمها ري جروب وانس. يعني ايه ري جروب وانس؟ يعني انا لو الوانس بتاعي بقى 10 اخد ال 10 احولها ستيك. حد فاهم حاجه؟ لا تعالى يا عم ولا يزعل نفسك، انا هقولها لك اهو. تعالى نصغر سنه. بص حبيبي، الراجل الجميل ده بيقول لي كلمه ايه؟ اد. بيقول لي كلمه حلو. معانا كام؟ اول نمبر 52. لا اسمع بقى حبيبي، اسمع طالما قلت انا مش عارف. يبقى انا هروح للوانس واعمل 5 ستيك. هروح للوانس للتنس واكتب 5، ادي 1 2 3 4 5. طيب يا مستر ال 5 معاها 2. حاضر، اروح عامل سمول سكوير 2. بص بقى المره دي في السبتراكت كنت باخد، في البلس او الاد ازود. ازود كام؟ يلا نعمل 9. ادي 1 ولازم تعد. ايوه 2 3 4 5 6 7 8 9. بص بقى معايا كلمة باي جروبنج هنتعلمها بعد شوية، ان انا اعمل كاري. يعني انا هعد، بص بقى معايا هعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ال 10 وانس يروحوا رايحين على التنس يزودوها 1، فيبقى كام تنس بقى دلوقتي؟ 1 2 3 4 5 وجالهم 6. لما خدت 10 وانس اتبقى كام في الوانس؟ شكرا. يبقى أنا دلوقتي عملت الكاري. أيوه هي دي اسمها الكاري. تعال بقى نقول عندي دلوقتي كام تنس؟ عندي كام وانس؟ شكرا حبيبي، وأقدر أقول كله على بعضه 61. طب تعالى يا مستر نعمل واحدة تاني. ونتعلم دايما حبايبي. تعالوا نلعب لعبة يس أور نو. يعني إيه يا مستر؟ يعني هنا 6 وهنا 8. اصل انا هلعب مع الوانس. هتلعب مع مين؟ لو الوانس هيبقوا مور 10 يبقى انا هعمل ريجروب، فساعتها اقول يس. مش فاهم 6 و 8. لو انا عملت 8 بلس 6، فكر كده 8 بلس 6، 8 في الماين 6 على الهاند، هيدوني كام؟ ال 14 بقت مور 10. يبقى ينفع اعمل ريجروب. وكلمة ريجروب يعني هيدوني تنس اضيفها. مش فاهم يا مستر. بص اللي جاية دي، الوانس هنا كام وهنا؟ لما اعملهم بلس يبقوا يا 7. انت هتديني 10 ولا ما تدينيش؟ لا، يبقى هنا نو. كمان مرة. طب انا لو عملت بلس 4 و 3 بقوا 7 وال 2 اهي، فال 7 يا عيني اقل من ال 10 مش هتدي 1 لل 10. نلعب تاني، هنا 9 وهنا 5. هل 9 بلس 5 هيدوني اكتر من 10؟ ايوه، يبقى هنا ادي يس. تعالى بقى نلعبها هنا، وده اللي انا عايزه. 9 بلس 5 هتقول ايه حضرتك؟ 14. اروح كاتب ال 4 واتعلم بقى كلمة ريجروب، تقول لي هعمل كاري 1 على التنس. تاني بقى، مش هنرسم، مش هنعمل عصاية، مش هنعمل مربع. لما يبقى 14 اخد مين واعمل كاري؟ تعالى نلعب اللعبة دي تاني، ركز معايا. بص كده هنلعب اللعبة دي مع بعض كتير دلوقتي. الاول الوان راح للوان بقى 2. يلا كده اوريها لك بقى هنا اهو. استنى عليا. لا امشي، مش عايزك اهو. بص معايا،
9 plus 8 9 في المايند 8 على الهاند. يلا كلنا في سرنا كده واسبر. يلا 9 plus 8 9 في المايند 8 على الهاند after 9. يلا كل واحد واسبر. ايه كم واحد لسه معايا؟ ايه يا رانا اعملي بلس حبيبتي ساكته ليه؟ عبد الرحمن بتعمل؟ طب عرفت؟ 9 في المايند 8 على الهاند. اصبري يا حمزه. ايه كارما عرفتي؟ طب هبدا بفريده. ها اكسلنت. بص بقى بص على البورد 17. بص ما تكتبش ال 17 اكتب الوانس اكتب الوانس واعمل كاري للتنس. اجين اجين 8 و9 ايكوال كام؟ ما اكتبش ال 17 اخد ال 7 واعمل واروح حاطط ال 1 على التنس 1 و1. عايز حد يلعب معايا لوحدي. طب عمر يلا حبيبي احنا سي. ها هل اكتب ال 12 كلها؟ امال اكتب كام؟ واعمل كاري على التنس. لازم تقول يلا كمل. شكرا. يلا عايز حد تاني؟ يلا محمد. ها انت دي ايه بلس 5 على مهلك شطوره. هل اكتب ال 13 كلها؟ لا احط 3 واعمل كاري 1 و 2 و 3. الله اكتب 2 بلس 1 تبقى 333. طب نقول تاني؟ اه يلا اهو. ها مين عايز يلعب؟ يلا حبيبي ايه رايك؟ تاخد لي نمبر اف. ايه يعني خايف؟ لا اصل احنا بنبدا بايه؟ بالوانس. اتعلم هعمل بلس ابدا بالوانس هعمل ماينس 9 و8 اكتب ال 7 واعمل كاري 1 بقت 4. لسه في تنس تاني هنا ده 4. بص على البورد ولسه معايا 2 6. هقول 6 وبعدين اقرا النمبر. عايز حد تاني يقول معايا؟ حمزه يلا يا حمزه خد لي جي. الله عليك. ابدا بالوانس 7 بلس 7 اكتب الفور واطلع بكاري 1 بلس 2. هل خلصنا؟ لا بلس 2 كمان تبقى 5. اكسلنت يا حمزه. طب نقولها تاني حبايبي؟ يلا حبايبي بصوا كده معايا كارما. ناخد كي لما اجي اعمل بلس لما اجي اعمل ماينس ابتدي شطوره. يبقى هاخد 3 بلس 7 كام؟ 7 في المايند اكسلنت. اكتب التين كلها؟ لا. امال اكتب ايه؟ واعمل ايه؟ شطوره حطها على السيفن. سيفن بلس 1 بس يا بابا. شكرا. عايز كارما تقول دايما وتعلي صوتها. يلا حبايب انا ورانا هناخد جي. لما اجي اعمل بلس او ماينس ابتدي بالوانس. هنا في 9 وهنا في 9 9 بلس 9 على مهلك 9 في المايند 9 على الهاند. الله اكتب ال 18 كلها؟ اكتب 8 واقول له كاري 1 1 بلس 2. لا بصي على البورد 1 بلس 2 3. لسه اعمل لها بلس 4 تبقى 7. ادي حبايبي الجزء بتاع الري جروب. هعمل ستوب.